وماذا عن الطلاق السني والطلاق البدعي؟ الطلاق السني في عرف الفقهاء هو طلاق المرأة المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وليست حاملا ولا آيسة ولا صغيرة، وذلك لأنها ستشرع في العدة مباشرة، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والطلاق البدعي هو المخالف للسنة، ومنه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة على رأي من يقول بأنه بائن بينونة كبرى، وكذلك منه الطلاق في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه. وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام، لكن هل يقع أو لا يقع؟ ذهب الجمهور إلى وقوعه، ومن أدلتهم حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ثم بإمساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع، فأمره بمراجعتها دليل على أن الطلاق وقع. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع وارتضاه ابن القيم، ولكن رأي الجمهور أقوى وهو الوقوع، والله أعلم.